11 للميلاد، وهنا تأتي بداية انطلاقة أول الأشواط، أول الأشواط المعبرة عن حضور وتواجد هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ هنا في هذه الأشواط المفتوحة وفي هذه الانطلاقات المميزة، في هذه الانطلاقات الجميلة التي نتابعها وننطلق من خلالها مع تحديات ومنافسات هذا اليوم. على بركة الله تعالى إذن تأتي بداية الانطلاق ويأتي بداية المشوار لهذه الأشواط التي تنطلق معلنة عن بداية منافسة جديدة تجمع بين شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. إذن على بركة الله جاءت الانطلاقة الأولى، الانطلاقة للشوط الأول الرئيسي، ونحن الآن نتابع معكم انطلاقة الأشواط ومتابعين أيضا لمن تحتل المركز الأول. فرحة هي من تقود المسار الآن، وتنطلق فرحة للسيد حمد بن علي بن جرحب المري، هي المعلنة عن حضورها وانطلاقتها الممتازة في هذا المساء وفي هذا الشوط الأول الرئيسي. إذا حمد بن علي بن جرحب المري يقدم لنا فرحة على مقدمة هذا الشوط وهذا التحدي. النقلة على المركز الثاني، ونتابع من تحتل المركز الثاني الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة سالم بن هيان العامري. نتابع المركز الثالث وننطلق مع من تحتل المركز الثالث هناك من الجانب الأيمن، اللي هي مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن لاحق الهاجري، ونرحب بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مشاركينا أعزاء معنا هنا في ميدان التحدي. المركز الثالث أشاهد جميلة هي الآن من انطلقت بجمالها وبرونقها المميز في ثالث المراكز، جميلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران المري. المركز الرابع هنا التواجد مع الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والتضمير عند سالم بن هيان العامري. نتابع المركز الخامس ونرى من تتواجد في خامس المراكز اللي هي مراجي، مراجي لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل هيان، ويضمر مراجي المتواجد سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه هي إذن نتيجتنا وهذا هو نداؤنا الأول في انطلاقتنا الأولى الرئيسية مع شوط الثنايا البكار. الله يا فرحة، فرحة هي من تقود هذا الشوط وتتحمل مسؤولية قيادته، خير تحمل في المركز الأول حمد بن علي بن جرحب المري على المقدمة، ولكن يأتي هنا التدخل القوي من قبل مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة المضمر مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثالث جميلة هي من تحتل المركز الثالث لكي تشكل أيضا عنصرا هاما من عناصر المنافسة في هذا الشوط الأول الرئيسي. جميلة إذن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران المري. إذن الذهبي حاضر هنا مع جميلة في المركز الثالث، ومنطلق بانطلاقة جميلة وحضورها الممتاز. المركز الرابع هنا تأتي الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة سفير المضمرين سالم بن هيان العامري المتابع والمرافق أيضا لانطلاقة الذيبة. المركز الخامس مراجي، لم يجد أي جديد على مستوى المركزين الرابع والخامس والثالث. المركز الخامس إذا مراجي لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آن هيان والتضمير مع سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه هي إذن نتيجتنا للمرة الثانية، وعند انتهاء هذا النداء فإن المسار ينتصف والمسافة تنتصف، 3 كيلومترات هي المتبقية، هي من تتبقى على خط النهاية بقيادة من؟
بقيادة مياسة التي تحتل المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله. الشوط الأول الرئيسي، الشوط الذي يضم هذه الأسماء الكبيرة وهذه الشعارات المميزة، الشعارات التي لا ثقلها أينما حلت وأينما ذهبت. هنا يأتي التحدي في ميدان التحدي. مياسة أيضا ضيفة الميدان، تحتل المركز الأول وتنطلق مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. التضمير عندك يا باللاحق، يا مطر يا باللاحق يا الهاجري. المركز الثاني فرحة، فرحة إذا لحمد بن علي بن جرحب. المري هي المشاركة وهي المنطلقة في هذا التحدي الكبير. المركز الثالث جميلة هي من تحتل المركز الثالث إذا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة سالم بن فهران المري. هذه الأسماء الثلاثة إذا التي ربما تنفرد عن بقية المراكز وتجتمع هنا ليكون الصراع مشتدا ومحتدما بينها على ناموس الشوط الرئيسي. هذه هي المسافة. وهنا أيضا المتابعة من الزميل أحمد الحمادي مخرج هذا النقل ومصورنا أحمد الخزاعلة الذي يقربنا أكثر، والصورة كذلك تعبر عن مدى هذه القوة التي تتشكل مع هذه الأسماء الثلاثة المسيطرة على مقدمة الشوط. مياسة إذن على المركز الأول، مياسة هي المسيطرة، متصدرة لهذا الجمع، متصدرة لهذا الحدث، متصدرة لهذا الشوط المميز المهم. إذن الشوط الرئيسي، الشوط الذي يتمتع بأهمية خاصة لدى الملاك والمتابعين. هناك مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. التضمير لدى السيد مطر بن لاحق الهاجري. جميلة تسللت الآن وتجاوزت جميلة إلى المركز الأول. جميلة جميلة جميلة. إذا جميلة غيرت وانتقلت انتقالة ممتازة وانتقالة مرموقة إلى المركز المرموق. جميلة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بتوجيهات وبتعليمات سالم بن فاران المري. الذهبي ذهب إلى المقدمة، الذهبي ذهب إلى المركز الأول. وهناك جميلة أيضا، جميلة على المركز الأول. المركز الثاني مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثالث فرحة، ولكن الله يا حماس، الله 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 الله، انطلقت حماس مشاهدين الكرام. مرحبا بحماس، اشعلي حماس هذا الشوط، اشعلي حماسي يا حماس. حماس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. انطلقت حماس الآن، مرت وعبرت إلى المركز الثاني. هناك المركز الثاني حماس التي تنشد المركز الأول وتطمح إلى المركز الأول. الكيل الأخير وسيطرة شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على المركزين الأول والثاني. جميلة على المركز الأول، ولكن معذرة يا جميلة، فإن المركز الأول تأتي إليه حماس. حماس 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 حماس، الركض في حماس والتحدي حماس وحماس الكاس ان شاء الله. انطلقت حماس الان على المركز الثاني، انطلقت حماس. المركز الاول حماس 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 حماس، المنافسة مع حماس. ولكن هناك يا جماعة، هناك جميلة ايضا بجمالها بشكلها الانيق تريد ان تكون منافسة لحماس في هذا التحدي في الشوط الرئيسي. ولكن حماس بدون أي تعليمات، ما يفرض عليها هذا الأداء هو تاريخها الناصع، تاريخها ناصع البياض وأرشيفها المليء والمليء بالإنجازات. إذا المركز الأول جميلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثاني حماس أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري. إذا تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز حماس. وأيضا جميلة بالمركزين الأول والثاني. جميلة هي من تنتزع المركز الأول، بينما حماس تأتي بالمركز الثاني. المركز الثالث كان من نصيب الذيبة لجار الله بن جهويل المري. المركز
الرابع مراجل لسمو الشيخ سيد بن خليفة بن سيفان هيان، بينما المركز الخامس كانت فيه الظبي لسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هاي النتيجة مشاهدينا الكرام، والتي شاهدنا من خلالها المشاركة المميزة لحماس ولجميلة، جميلة وحماس، ولكن جميلة هي من انتزعت المركز الأول قطعة مسافة 6 كيلومترات في زمن المقدار 9 دقائق 28 ثانية و 79 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري. أيضا الثانية لهم على فوز حماس بالمركز الثاني والتي قطعت المسافة في 9 دقائق 28 ثانية و 84 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث جاءت فيه الذيبة والتي قطعت بدورها مسافة 6 كيلومترات في زمن قدر على النحو التالي بتسع دقائق و 33 ثانية و 61 جزء من الثانية. تهانينا للسيد جار الله بن جهويل المري. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا هي معطيات الشوط الأول الرئيسي الخاص بالثنائي.